الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إخوان الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مادة الإدارة المحلية. استذكارا لما سبق، أخذنا سابقا مقدمة في الإدارة العامة، وأخذنا مفهوم التطور التاريخي للإدارة المحلية، ثم مفهوم الإدارة المحلية والإدارة المحلية بين المركزية واللا مركزية. قلنا أن الإدارة تعني مجموعة الأنشطة التي أو المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وصناعة القرار الموجهة نحو موارد المنظمة التي تشمل الموارد المالية والموارد البشرية والموارد المعلوماتية والوقت. الهدف من هذا تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية في ظروف البيئة وفي ظل ظروف البيئة المحيطة. إذن مفهوم آخر للإدارة أن الإدارة تعني إدارة الأشياء بواسطة الآخرين. إدارة الأشياء بواسطة ماذا؟ الآخرين. أشكال الإدارة، تنقسم الإدارة إلى 4 أشكال، أو بعضهم قسمها إلى 3 أشكال، اللي هي الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة جميع العمليات أو النشاطات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الربح. جميع العمليات أو النشاطات الحكومية التي تهدف إلى ماذا؟ تحقيق الربح. أو هي يعني إدارة الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. ممكن أن نقول أن الإدارة العامة إدارة الأنشطة التي تقوم بها الإدارة. بالنسبة للإدارة الخاصة، هي إدارة الأنشطة التي تؤديها المنظمات ذات الطابع الاقتصادي، والتي تعمل على إشباع حاجات مادية ومعنوية للمجتمع عامة. الإدارة العامة بهدف خدمة المجتمع، والإدارة الخاصة بهدف ماذا؟ تحقيق الربح. الإدارة الدولية هي إدارة الهيئات والمنظمات الدولية، سواء كانت حكومية. الإدارة الدولية إدارة الهيئات والمنظمات الدولية سواء كانت حكومية أو تنشأ بين أشخاص، القانون العام وهي الدولة، أو على المستوى العالمي أو الإقليمي، أو كانت غير حكومية تنشأ بين هيئات أو أفراد خاصة، تسمى إدارة دولية. المهم أن الإدارة الدولية تتجاوز حدود الدولة. بالنسبة للإدارة المحلية، إدارة المجتمعات السكانية المنتشرة في أرجاء الدولة. تعني الإدارة المحلية إدارة المجتمعات السكانية المنتشرة في أرجاء الدولة، وهي نوع من أنواع التقسيم الإداري. هي أحد أنواع التقسيم الإداري، أي تقسيم أقاليم الدولة جغرافيا إلى محافظات، مديريات، دوائر وغيرها. إذن موضوعنا، سنأخذ مقدمة في الإدارة العامة، لأن الإدارة العامة هي مرتبطة بماذا؟ في الإدارة المحلية. الإدارة العامة هي إدارة الأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لتنفيذ السياسة العامة للدولة. إدارة الأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية لتنفيذ السياسة العامة للدولة بهدف تقديم خدمات تعم فائدتها كل قطاعات المجتمع، وأيضا للتأكيد على سيادة الدولة، وذلك من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. الوظائف، وظائف الإدارة هي سواء الإدارة العامة والإدارة الخاصة، هي وظائف واحدة. تشمل الإدارة العامة تشمل كل هيئة عامة مركزية أو محلية أوكلت إليها السلطة السياسية وظيفة تلبية الحاجات العامة على اختلاف صورها، وزودتها بالوسائل اللازمة لذلك، وتشمل أيضا أسلوب عمل هذه الهيئات وطابع علاقاتها فيما بينها وعلاقتها مع ماذا؟ مع الأفراد. طبعا تطور مفهوم الإدارة العامة بسبب متطلبات التقدم وبسبب الأزمات الاقتصادية. يعني متطلبات التقدم استدعت أن الإدارة العامة تقوم بالعمل من أجل تطوير مجتمعاتها. أيضا الأزمات الاقتصادية جعل الإدارة أو جعل الدولة تهتم بماذا؟
بالاقتصاد أو توجيه الاقتصاد، تهتم بتوجيه الاقتصاد. وبالتالي لو قلنا الإطار الفكري للإدارة العامة، لقلنا أن الإدارة ليست اختراعا حديثا، إنما يرجع أو ترجع أصول الإدارة إلى عقود من السنين، ترجع أصول الإدارة إلى عقود من السنين قدم يعني وهي قديمة قدم الإنسانية. الإدارة قديمة قدم الإنسانية ذاتها، فمنذ ظهور الإنسان على وجه الأرض وهو يمارس الإدارة. كيف أن الإنسان يمارس الإدارة منذ ظهوره على وجه الأرض؟ طبعا لم يكن هناك نظريات أو قوانين في القدم، لم يكن هناك نظريات أو قوانين يمارس الإنسان على ضوئها الإدارة، إنما كان يمارسها بعفوية. لكن فمثلا مارس الإنسان الإدارة في بيته، مارسها مع مجتمعه، مارسها مع ماذا؟ قبيلته أو دولته. ففي بيته كان يمارس الإدارة، أو مع أسرته يمارس الإدارة، فالرجل يعمل في البيت في المزرعة، والامرأة تعملين في البيت. هذا يعتبر نوع من أنواع التقسيم العمل، من أنواع تقسيم العمل. وبالتالي الشواهد التاريخية تؤكد لنا أن الإنسان مارس الإدارة منذ القدم. فالحضارات الإنسانية القديمة مثل الحضارة الفرعونية، يعني الفرعونية، الأهرامات وبناء الأهرامات، وكيف شيد الإنسان هذه الأهرامات بهذا الشكل وهذه الأشكال، يعني تثبت لنا أن الإدارة مورست منذ القدم. وأيضا الحضارة اليمنية والإمبراطورية وغيرها، مثل إمبراطورية الفرس والروم والديانات السماوية مثل الإسلام والمسيحية واليهودية، لم تنتشر إلا بماذا؟ بالإدارة. يعني كيف انتشر الإسلام على وجه الأرض؟ ما هو الأسلوب الذي استخدمه المسلمون لنشر الإسلام على وجه الأرض؟ وبالتالي هذا نوع من أنواع الإدارة. وبالتالي يمكننا القول أن الإدارة لازمت ظهور الإنسان أو الحياة الإنسانية منذ القدم. لماذا مارس الإنسان الإدارة منذ القدم؟ لأن الإدارة ضرورة اجتماعية اقتضتها الفطرة البشرية، وحتمتها ضرورة الاجتماع الإنساني وميل هذا الإنسان للعيش في جماعة. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، إنما يجب أن يعيش مع جماعة. حتى وإن الإنسان يعيش مع أسرته، لكن مع مرور الوقت يجب أن يعيش مع الجماعة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفي باحتياجاته، إنما يجب أن يعتمد على الآخرين، والآخرين يعني تكون العلاقة تبادلية. إذا الإدارة لم تكن تعرف شكلا معينا من أشكال النظم، وإنما كانت وسيلة لتنظيم شؤون الإنسان اليومية، وتوفير حاجاته المادية والروحية، وضبط حياته اليومية. إذا مارس الإنسان الإدارة منذ القدم، لكن لم يكن لها شكل قانوني أو شكل منظم، فكانت تمارس بعفوية إلى أن ظهرت الثورة الصناعية. فبدأ العلماء يكتبون في مجال الإدارة، وظهرت مجموعة من المدارس العلمية أو الإدارية، مجموعة من المدارس التي اهتمت بشؤون الإدارة، منها المدرسة الكلاسيكية، والمدرسة السلوكية، والمدرسة الكمية، ثم المنهج الحديث، ثم المنهج الحديث. فالمدرسة الكلاسيكية، ماذا تعني المدرسة الكلاسيكية؟ تعني اتجاه فكري معين في الإدارة. مصطلح مدرسة يعني اتجاه فكري معين في الإدارة. المدرسة الكلاسيكية عبارة عن طريقة إدارية تركز على زيادة الإنتاج في المنظمة من خلال الكفاءة. تركز على زيادة الإنتاج من خلال الكفاءة، أي أنها تركز على الاستخدام الاقتصادي الأمثل للموارد المنظمة بمختلف مواردها لزيادة إنتاج المنظمة، ويتم دراستها من خلال مدخلين.
ما هما؟ التحليل على مستوى الإدارة المباشر ويشمل نظرية الإدارة العلمية، التحليل على مستوى الإدارة العليا ويشمل نظرية مبادئ الإدارة والنظرية البيروقراطية. تتضمن المدرسة الكلاسيكية عدد من النظريات التي وهي نظرية الإدارة العلمية ونظرية مبادئ الإدارة والنظرية البيروقراطية. وقد ظهرت هذه المدارس في أوروبا وأمريكا، وأهم هذه النظريات هي النظرية البيروقراطية، هي نموذج إداري مثالي للتنظيم يتصف بعدة صفات. يعني النظرية البيروقراطية ماذا تعني؟ سلطة وحكم المكتب، يعني كانت تعني سلطة وحكم المكتب، وهي نموذج إداري مثالي. من صفات أو من خصائص النظرية البيروقراطية تقسيم العمل، وجود إجراءات روتينية، وجود قواعد محددة تحكم تصرفات ونشاطات الأفراد حتى لا يكون العمل ماذا بشكل عشوائي، والتأكيد على الكفاءة كأساس للتعيين والترقية. طبعا ترتبط النظرية البيروقراطية بالعالم ماكس ماذا ويبان. النظرية الثانية نظرية المبادئ الإدارية، وهي المدرسة التي تركز على إدارة المنشأة ككل، تركز على إدارة المنشأة ماذا ككل، والتوصل إلى مبادئ إدارية عامة على المستوى النظري لتكون أساسا لعمليات التنظيم والتصميم الإدارية. من هو رائد هذه الإدارة؟ هنري فايول. أهم رواد هذه الإدارة قسم وظائف المنشآت الصناعية إلى 6 مجموعات، لأنشطة فنية وأنشطة تجارية وأنشطة مالية ثم أنشطة محاسبية وأنشطة ماذا؟ إدارية. وقد وضع 14 مبدأ إداريا لا يزال معظمها مطبقا حتى اليوم، من هذه المبادئ مبدأ تقسيم العمل، مبدأ التخصص، مبدأ وحدة الأمر، مبدأ شمولية الإدارة، وغيرها من المبادئ التي ذكرها فايون. النظرية الثالثة نظرية الإدارة العلمية. نظرية الإدارة العلمية عبارة عن طريقة إدارية أسسها تايلور وآخرون في عصر النهضة العلمية بين الأعوام 1900 إلى 1930 لتحديد أسلوب علمي أو طريقة وحيدة ومثلى لإنجاز عمل واختيار وتدريب وتحفيز العاملين. هذا أسلوب الأدم هدف الإدارة العلمية. طبعا كان سبب ظهور هذه النظرية هو النمو الاقتصادي الكبير وظهور المؤسسات والشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة، ونشوء مشاكل جديدة لدى هذه المؤسسات لم تكن معروفة من قبل، وشعور مدراء المصانع التي تضخمت وتكدس فيها الأفراد والآلات بحاجتهم إلى طرق جديدة لتحسين الأداء وأساليب جديدة لتخفيض النفقات والتكاليف كي يعود ذلك عليهم بمنفعة أكبر. طبعا تايلور هو يسمى أبو الإدارة العلمية. نشأ تايلور في الولايات المتحدة، عمل في مصنع الحديد والصلب، تدرجت وظيفته من عامل عادي إلى أن أصبح كبير المهندسين في الإدارة، وبالتالي هو من بدأ يكتب عن الإدارة لأنه احتك بالعاملين وعرف مشاكل هؤلاء العاملين وأيضا مشاكل المنظمة. المدرسة الأولى قلنا المدرسة الكلاسيكية تهتم بالإنتاج عن طريق زيادة ماذا؟ الكفاءة. المدرسة السلوكية تهتم بزيادة الإنتاج من خلال فهم الناس، أي أنها تركز على أهمية العلاقة الإنسانية بين العاملين أنفسهم وبين العاملين والمدراء، تهتم بالاتصال والحوافز المعنوية والعمل الجماعي. تقوم المدرسة السلوكية على حركتين، حركة العلاقة الإنسانية ثم حركة ماذا؟ تنمية التنظيمات. المدرسة الكمية هي مدخل في الإدارة يتم فيه تطبيق الأساليب الكمية على العمليات الإدارية وتشمل العلوم الإدارية وبحوث العمليات ظهرت في الحرب العالمية الثانية. إذن تقوم المدرسة الكمية على فرضية مفادها أنه من الممكن تحسين وتطوير المنظمات من خلال استخدام الأساليب الكمية للرياضيات بحيث العمليات الإحصاء وغيرها لحل المشكلات التي تواجه ماذا المنظمات. النظرية التنظيمية الحديثة هي تنظر إلى المنظمة بنظرة شمولية من خلال نظرية متكاملة تأخذ في الاعتبار المدارس الثلاث السابقة الكلاسيكية والسلوكية والكمية. يتم دراسة هذا المنظور من خلال مدخلين، نظرية النظم النظرية الموقفية. نظرية النظم
تنظر إلى المنظمة على أنها مجموعة من الأجزاء التي تتكامل فيما بينها لتحقيق هدف معين، يعني تجزئ العمل حتى تستطيع القيام به. النظرية الموقفية أن يكون الإدارة على حسب الموقف العمل، على حسب موقف ماذا؟ العمل. طبعا نظرية النظم الاهتمام الأساسي والتفاعل بين وحدات المنظمة المختلفة وتأثير المتغيرات الخارجية، يعني كيف تتفاعل وحدات أو أجزاء المنظمة. المميز للنظرية الموقفية أنها الاستجابة للخصائص المميزة لكل موقف. بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية تهتم بالاهتمام الأساسي لها للكفاءة والإنتاجية، تهتم بالعمل. المدرسة السلوكية تهتم بماذا؟ بالعاملين. والمدرسة الكمية تطبيق أساليب كمية حديثة. علاقة الإدارة بالعلوم الأخرى أخذناها وقلنا أن الإدارة العامة لها علاقة بجميع أو بأقسام الإدارات الأخرى، فعلاقتها بعلم الإدارة. إدارة الأعمال، أن إدارة الأعمال تعني إدارة أوجه النشاط الاقتصادي الخاص الهادف إلى الربح مثل إدارة المشروعات الخاصة. أما الإدارة العامة فهو علم يهتم بالعلاقات الإنسانية، وهو علم وثيق الصلة بالعلوم السياسية. ونلاحظ أن كلا النوعين من الإدارة يتشابهان في عدة نواحي. الإدارة العامة تمارس أساليب إدارية تمارسها أيضا الإدارة الخاصة، يعني يتشابهان من حيث طرق ممارسة العمل والطرق المستخدمة أحيانا في كلا النوعين، وبالتالي فالتأثير بينهما ماذا؟ متبادل. العلاقة بين الإدارة العامة وعلم الاقتصاد، علم الاقتصاد يدرس كيفية استغلال الموارد، وأيضا الإدارة العامة تهدف إلى تنسيق الموارد والجهود لتحقيق أفضل استغلال اقتصادي، وبالتالي يجب أن يكون رجل الإدارة ملما بعلم الاقتصاد. العلاقة بين الإدارة العامة وعلم السياسة، علم السياسة يبحث في وضع السياسات العامة للدولة وبشكل الحكم المعتقدات الفكرية السائدة، والإدارة تتأثر بالأيديولوجية السياسية التي تسير عليها الدولة. طبعا لأن الإدارة العامة هدفها تنفيذ السياسة العامة للدولة، وبالتالي تعتبر الإدارة العامة جزء من علم السياسة. العلاقة بين الإدارة العامة وعلم النفس، علم النفس يبحث أو يهتم في العنصر الإنساني، فاهتمامات علم النفس تنصب على دراسة الفرد وانطباعاته ومشاعره والعوامل التي تؤثر فيه فتحدد سلوكه وتصرفاته، فالمفاهيم الشخصية والدوافع والإدراك وسيكولوجية النمو والقيم والاتجاهات والعوامل البيئية والوراثية في نمو الفرد وسلوكه هي مفردات علم النفس. تلعب هذه الأنماط السلوكية دورا أساسيا في التأثير على سلوك الفرد وإنتاجيته داخل المنظمة. إذا علم النفس يوفر للإدارة العامة معلومات عن الأفراد والجماعات وعن رغباتهم واحتياجاتهم، وبالتالي يمكن الإدارة من تشجيع وترغيب وتحفيز العاملين واتخاذ بغرض تحقيق الأهداف. العلاقة بين علم النفس وعلم الاجتماع، علم الاجتماع يدرس في الجماعة، وعلم العلاقة بين علم الإدارة وعلم الاجتماع، علم الاجتماع اهتماماته في المشكلات المتعلقة بالمجتمعات الإنسانية، ويعتبر أحد الروافد الرئيسية في العلوم السلوكية والمفاهيم المتعلقة بالسلوك الإداري. وعلم الاجتماع ذو صلة وثيقة بالإدارة والتنظيمات الاجتماعية، فهو يهدف إلى دراسة ومعرفة القواعد والتقاليد التي تحكم العلاقات بين الأفراد داخل المنظمة، مما سهل على المدراء معرفة أمور كثيرة عما يدور أو يحكم عمل الجماعة أو الفرد، وخاصة عن التنظيمات غير الرسمية وعلاقاتها بالتنظيمات وأي مفاهيم أخرى لها صلة. وبالتالي فالمدير يجب أن يكون عنده معرفة بعلم الاجتماع حتى يستطيع أن يدير أعماله في المنظمة ويوجه تصرفات الجماعات ويوجه تصرفات الجماعة. بالنسبة للعلاقة بين علم الإدارة وعلم القانون، علم الإدارة العامة محكوم بالقوانين الإدارية، أما القطاع العام فيطبق فيه قواعد القانون الإداري. والقانون عبارة عن قواعد للسلوك، القانون عبارة عن قواعد للسلوك. والعلاقة بين علم الإدارة العامة وعلم القانون أن
القانون الإداري أن رجل الإدارة العامة يجب أن يكون لديه علم بماذا؟ بالقانون. القانون يحدد الهياكل الإدارية وتشكيل أجهزتها وطريقة إدارتها والعلاقة بينها. أيضا القانون يحدد مشروعية ماذا؟ الأعمال وتصرفات الأشخاص داخل ماذا؟ وحداتهم الإدارية. تهتم الإدارة العامة بدراسة المراحل التي تمر بها العملية الإدارية واختيار أفضل الطرق والأساليب وأنجح الوسائل للارتقاء بالأداء بما لا يتعارض مع القانون. لذلك ينبغي على رجل الإدارة أن يكون ماذا؟ ملما بالقانون. التعريف بالإدارة المحلية، احنا قلنا أن الإدارة المحلية، ما هي الإدارة المحلية؟ عبارة عن إدارة التنظيمات أو تقسيم الوحدات الدولة إلى مجتمعات سكانية أو بحيث المواقع الجغرافية. فالدولة تقسم إلى محافظات، والمحافظات تقسم إلى مديريات. فالإدارة المحلية هي نوع من أنواع التقسيم الإداري، يهتم بماذا؟ بتقسيم، نوع من أنواع التقسيم الإداري يهتم بماذا؟ بتقسيم الدولة وفقا لماذا؟ الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة تمارس ما يعهد به إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية. إذن تقسيم أو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يتضمن توزيع أو تقسيم الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، تمارس أعمالها تحت إشراف الحكومة المركزية. عندما نقول تطور، احنا قلنا أن الإدارة لم تمارس، ليست ابتداعا حديثا، إنما مورست منذ القدم. وكل تنظيم اجتماعي يحتوي على ماذا؟ أوامر ونواهي. كل تنظيم اجتماعي ينطوي على وجود سلطة ذات أوامر ونواهي ملزمة لأفراده. ونظرا لكون السلطة سمة من سمات أي تنظيم بشري، لذلك فهي قديمة قدم المجتمعات البشرية. وطالما يعيش الإنسان في مجتمعات منظمة فسيظل خاضعا لسلطة ما تعلوه وتنظم سلوكه. إذن سيظل خاضعا لسلطة ما تنظم سلوكه وتحدد تصرفاته. إذا كانت الجماعات البشرية لا تقوم بغير سلطة، فإن أشكال السلطة ومصادرها قد تنوعت مع تنوع الظروف المكانية والزمانية وتطورت المجتمعات البشرية. ولعل أبرز أنواع التنظيمات السياسية التي عرفتها البشرية خلال تطورها الطويل، والتي كانت تتراوح بين العنصر المركزية واللامركزية، يعني أبرز أنواع التنظيمات التي عرفتها البشرية كانت تمارس أحيانا المركزية وأحيانا اللامركزية. المركزية أنها تتركز السلطة في يد شخص واحد، واللامركزية تعني توزيع السلطة بين عدة أشخاص أو هيئات أو غيرها. أبرز أنواع هذه التنظيمات اللي هي التنظيمات القبلية، الحكومات الإقليمية، الإمبراطوريات، نظام الإقطاع، نظام الدولة. كل هذه التنظيمات كان لنظام الحكم المحلي فيها ماذا؟ نصيب. التنظيمات القبلية كانت السلطة فيها جماعية، وكانت مصادر السلطة في القبيلة ما يلي. إذا التنظيمات القبلية كانت مصادر السلطة جماعية، يعني أن كانت السلطة فيها جماعية ومصادر السلطة في القبيلة كانت ما هي؟ علاقة القرابة، علاقة المكان، العلاقة الاقتصادية، القوى القبلية. كيف كانت علاقة القرابة؟ يعني أن الأقارب يتجمعون ويشكلون كتلة، وبالتالي يصبحون الأقوى وقد يحكمون القبيلة. في القدم كان من يمتلك أشخاص هو الذي يحكم القبيلة، فهو يمتلك قوة. علاقة المكان، علاقة القرابة أو المكان، العلاقة الاقتصادية، المصالح الاقتصادية بين أو التجارية بين الناس، القوى القبلية وغيرها. طبعا لم تكن القبيلة كيانا سياسيا فقط، بل كانت كيانا اجتماعيا واقتصاديا وإداريا متكاملا. يعني كانت تدير القبيلة وتدير مصالح القبيلة، تحل القضايا بين الناس، وأيضا توجه الاقتصاد في القبيلة من خلال التجارة وغيرها. كان يعهد برئاسة
هذه الحكومات القبلية إلى رؤساء القبائل الذين كانت تشكل منهم مجالس القبائل. ومن أقدم أمثلة على هذه الحكومات حكومات المدن المصرية. من أهم خصائص حكومات القبائل أنها أقدم أشكال النظم السلطوية التي عرفتها البشرية، محلية بطبيعتها، تمركزت حول المدن والقرى، أقامت سلطاتها على أساس من رابطة الدم غالبا والجوار الجغرافي والمصالح الاقتصادية المشتركة. إذا بنت سلطاتها على روابط العلاقات القرابة وروابط ماذا؟ الجوار الجغرافي والمصالح الاقتصادية المشتركة. رؤساء القبائل تشكل منهم مجالس القبائل. أمثلة على الحكومة الإقليمية، حكومة المدن المصرية قبل أن يوحدها الملك مينا كانت منتشرة على ضفاف النيل. عرفت هذه المدن أشكالات بسيطة من المجالس المحلية، منها أهمها مجالس العشيرة العظام. كانت تضم 10 أعضاء يرأسها حاكم المدينة لإدارة الأمور في المدينة. أيضا في الهند عرفت نظام المجالس المحلية منذ القدم، وبلاد الإغريق ساد نظام دولة المدينة التي كانت تتمتع باكتفاء ذاتي وتكون وحدة سياسية مستقلة. وتكونت دولة المدينة من عدد من القرى، والقرى من عدد من القبائل، وكانت القبيلة عندهم هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإنساني. ويكون هذا النظام مثاليا إذا ضمن للمدينة الاكتفاء الذاتي والإدارة الذاتية. إذا الحكومة الأولى أو النوع الأول من أنواع الحكومات السياسية الحكومات القبلية. النوع الثاني الحكومات الإقليمية. برزت الحكومات الإقليمية كمنافس الحكومات القبلية، تولدت إما من تآلف مجموعة من القبائل أو تآلف أو اتحاد بعض الكيانات المحلية الصغيرة للقبلية، وقد نشأت على شكل في بداية نشأتها شكل الملكيات المركزية، يعني كان أسلوبها أسلوب المركزية السياسية. المركزية ماذا؟ المحلية، التي بسطت سلطتها على كيانات إقليم أكبر، إقليمية أكبر من مجرد القرية أو المدينة. يعني كانت حكومات القبائل الإقليمية برزت عن من اتحاد مجموعة من الكيانات المحلية الصغيرة، يعني إما كان اتحاد طوعي أو كان اتحاد إجباري من الحكومات القبلية. طبعا اتخذت من المركزية في بداية نشأتها حتى تستطيع أن تبسط سلطتها على كافة أقاليم القرية أو المدينة. طبعا لم يلجأوا حكام الأقاليم إلى المركزية المفرطة، إنما سمحوا لأصحاب القرى أن يديروا أمورهم بأنفسهم. وبالتالي تزاوجت بين المركزية واللا مركزية. بعد الحكومة الإقليمية جاءت الإمبراطوريات. الإمبراطوريات اتسعت الحكومة الإقليمية حتى أصبحت إمبراطوريات الإمبراطوريات مثل الإمبراطوريات الفرس والروم وغيرها. بدأت الإمبراطوريات أو تزاوجت بين المركزية واللا مركزية، يعني كانت أحيانا تستخدم أسلوب المركزية وأحيانا تستخدم أسلوب ماذا؟ اللا مركزية. أحيانا تستخدم أسلوب المركزية وأحيانا تستخدم أسلوب اللا مركزية. التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية. أولا نظام الإقطاع، رابعا نظام الإقطاع. إذا الحكومات القبلية، الحكومات الإقليمية، نظام الإمبراطورية، ثم نظام الإقطاع. كبرت الإمبراطورية وتوسعت منذ القدم، وفي نهاية بدأت في أو في نهاية أو عند دخول الإمبراطورية مرحلة شيخوختها ساد نظام الإقطاعيات. يعني بدأت الإمبراطورية تتجزأ، بدأ أصحاب الأقاليم يستقلون عن الإمبراطورية، وبالتالي ساد نظام الإقطاع. وكان نظام الإقطاع محلي، كان أصحاب المقاطعة يديرون أنفسهم بأنفسهم. وقد استمرت نظام الكيانات هذه المستقلة إلى أن ظهرت الدولة القومية الحديثة.
في العالم المعاصر. ما هي أركان الدولة؟ الدولة مجموعة من الأركان، هذه الأركان هي ماذا؟ أركان الدولة، أي دولة أو أي كيان سياسي يجب أن تتكون من 3 أركان: الشعب أي الأفراد الذين يجب أن يحكموا، الإقليم أي المساحة المكانية التي يجب أن تبسط الدولة فيها نفوذها، والهيئة السياسية الحاكمة وهي ماذا؟ الحكومة، الحكومات أو الحكام. إذن في النظام القديم من الملاحظ أن الدولة القومية اتخذت من بعدين بعد ما ظهر الحكومة الإقطاع ظهرت ماذا؟ الدولة القومية. الدولة القومية اتخذت من المركزية السياسية والإدارية طابعا لها، ولقد كان الدافع وراء ذلك هو الرغبة في توحيد العناصر الإقليمية، يعني أن الدولة القومية لم تتخذ اللامركزية، إنما المركزية الإدارية، يعني كانت مركزية في إدارة شؤون الدولة حتى تستطيع أن توحد كافة العناصر الإقليمية والبشرية، بحيث لا تستطيع أن تبسط سلطاتها على كافة إقليم الدولة. ساعد في ذلك ضآلة الوظائف التي كانت تقدمها هذه الدولة، ولقد ساد الرأي في هذه الفترة بضرورة قصر وظائف الدولة على الدفاع الخارجي وحماية الأمن الداخلي وفصل المنازعات بين الأفراد. كانت وظائف الدولة في هذه الفترة 3 وظائف: وظيفة الدفاع الخارجي، حماية الأمن الداخلي، وفصل المنازعات بين الأفراد، مع ترك بقية الأشياء إلى ماذا؟ إشباع باقي حاجة الأفراد لمبادلتهم الشخصية. ولكن مع الزمن برز قصور في هذا الاتجاه وكثرة الدعاوي المنادية بضرورة تدخل الدولة في كثير من المجالات، وبالتالي أدى تطور وظائف الدولة إلى بزوغ اللامركزية وعدم التركيز الإداري كفلسفات سياسية وإدارية في نفس الوقت. يعني أن الدولة عندما كثرت المشاكل وبدأت اتجاهات أو دعاوي الناس تنادي بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد وفي غيره من المجالات، بالتالي هنا بدأت تظهر اللامركزية السياسية وعدم التركيز الإداري. أي اللامركزية السياسية وعدم التركيز الإداري، اللامركزية فيه مشاركة السلطة، وعدم التركيز الإداري تفويض السلطة، عدم التركيز الإداري تفويض السلطة. وبالتالي من أبرز صور اللامركزية وعدم التركيز الإداري التي نودي بها في عهد الدولة القومية الحديثة اللاوزارية. ظهرت اللاوزارية للحد من مركزية السلطة في الدولة المعاصرة، يطلق عليها عن طريق تفويض السلطة المركزية، تفويض السلطة المركزية يطلق عليها إدارة الفروع، الإدارة الميدانية، اللامركزية البيروقراطية، أو عدم التركيز الإداري، وهي في الواقع مقدمة لتطبيق اللامركزية الإدارية. يعني أن السلطة المركزية أصبحت غير قادرة على الوفاء باحتياجات الناس بسبب كثرة مشاكلها، وبالتالي بدأت تفوض سلطتها إلى فروعها في بقية الإقطاعيات. الفيدرالية نشأت مع منظرية الثورة الأمريكية ضد الاستعمار البريطاني كتجسيد لرغبة الولايات الأمريكية في الوحدة السياسية، مع بقاء بعض مظاهر الاستقلال السياسي بين الولايات. الحكم المحلي والإدارة المحلية كانت أحداث نسبيا، فعلى الرغم من قدم هناك ظاهرة تاريخية عرفتها الجماعات البشرية قديما، إلا أنه كظاهرة قانونية لا يرجع بتاريخها التشريعي إلى أكثر من القرن 19. في إنجلترا، وهي مهد نظام الحكم المحلي، لم يكن للمدن مجالس محلية،
قبل عام 1932، حيث ظهر أول تشريع وهو قانون الإصلاح عام 1932، وبعد ذلك توالت ظهور التشريعات. أما في فرنسا فلم تنشأ إلا في عام 1933، ولم تعطى المجالس حق إصدار القرارات الإدارية إلا في عام 1884. وفي تراثنا العربي والإسلامي فلقد ساد النظام القبلي في البلاد العربية فيما قبل نشوء الدولة الإسلامية، وبظهور الدولة الإسلامية برزت الحكومة المركزية في عاصمة الخلافة كشكل جديد من أشكال الحكم والإدارة والبديل للنظام القبلي. الإدارة المحلية بين المركزية واللا مركزية. قلنا أن الإدارة المحلية تعني إدارة المجتمعات السكانية المنتشرة في أرجاء الدولة والمكونة للأقسام الإدارية والجغرافية والتي يتكون منها إقليم الدولة، للمحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية والمراكز الانتخابية. أو هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة تمارس ما يعهد به إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية. التنظيم الإداري يقصد بالتنظيم الإداري بوجه عام استخدام الأساليب العلمية والوسائل الفنية في ترتيب الجهاز الإداري للدولة وتحديد اختصاصاته والعلاقة بين أجزائه. ويتخذ التنظيم الإداري في الدولة الحديثة صورتين، المركزية واللا مركزية. إذن التنظيم الإداري أسلوب استخدام الأساليب والوسائل العلمية والفنية في ترتيب الجهاز الإداري للدولة. في ترتيب الجهاز الإداري لماذا؟ للدولة. يتخذ التنظيم الإداري في الدولة الحديثة صورتين، هما المركزية واللا مركزية. يتخذ التنظيم الإداري في الدولة صورتين، هما المركزية واللا مركزية. مفهوم المركزية هي تركيز السلطة في يد شخص أو هيئة رئيسية واحدة على مستوى الدولة. أن تتركز السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة على مستوى الدولة يسمى مركزية. أنواع مجالات المركزية، مركزية سياسية وفيها يخضع إقليم الدولة لإرادة سلطة سياسية موحدة، وبالتالي تكون الوظيفة التشريعية والقضائية والتنفيذية مركزة في يد الحكومة المركزية دون ما مشاركة في أي من هذه السلطات. مركزية اقتصادية، النوع الثاني من أنواع المركزية، المركزية الاقتصادية تسود في بعض الدول المعاصرة، تتولى السلطات المركزية توجيه الاقتصاد والتخطيط الكلي والجزئي له. المركزية الإدارية هي التي توجد في المجال الإداري وتكون سلطة البت النهائي في شؤون الإدارة في يد الحكومة المركزية في العاصمة، في يد الحكومة المركزية أين؟ في العاصمة. طبعا سنقوم بدراسة المركزية الإدارية بتفصيل أكبر نظرا لصلتها بنظام الإدارة المحلية، في نظام الإدارة المحلية. أركان المركزية الإدارية: حصر الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية. يقصد بحصر الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية أن يكون لها الاختصاص الفني وسلطة إصدار القرارات وسلطة التبعية، يعني أنها المختصة بإصدار القرارات، وأيضا لها فروع، وأيضا سلطة التبعية يعني أن جميع فروعها تتبع السلطة المركزية. وهنا لا يوجد للوحدة المحلية كيانا قانونيا مستقل تخضع سلطاتها وهيئاتها خضوعا شبه مطلق للسلطة المركزية، يعني أن الوحدات المحلية أو تبعية الوحدات المحلية للسلطة المركزية. الركن الثاني التدرج الرئاسي، حيث تكون وحدات الجهاز الإداري للدولة متدرجة تدرجا ماذا؟ هرميا، على قمته الحكومة المركزية. ومهما تعددت وحدات الجهاز الإداري المركزي أو تعددت في الأقاليم المختلفة تظل تابعة بتبعية رئاسية للوزارة في العاصمة. صور المركزية الإدارية، صور المركزية الإدارية: التركيز الإداري يسميه البعض بالتركيز المطلق أو المركزية الوحشية، ويقصد به أن تتركز السلطة الإدارية في جزئياتها وعمومياتها في يد الوزارة في العاصمة، حيث يجرد كل ممثلي الأقاليم والهيئات من سلطة القرار، ويتحتم عليهم الرجوع للوزير المختص في شأن من شؤون أو في كل شأن من شؤون الأقاليم أو المرافق.
إذن الأخذ بهذا النمط من التنظيم والأسلوب الإداري من شأنه أن يحدث حالة من الاختناق نتيجة تراكم الملفات وانتظار الحسم فيها من قبل الوزير المعني، وما ستأخذه هذه العمليات من وقت طويل مما ينعكس سلبا على الجمهور المعني بالخدمة، وبالتالي هذه التراكم الأعمال والاختناق أدى لبروز عدم التركيز الإداري أو يسميه البعض بالمركزية النسبية، يعني أن الحكومة المركزية عندما شعرت أن الأعمال تتراكم عليها بدأت ماذا توزع توزيع سلطة البت النهائي في بعض الأمور الإدارية بين أجهزة الوزارة في العاصمة وبين فروع الوزارة في أقاليم الدولة. ظهر هذا الأسلوب نتيجة مساوئ الصورة الأولى المركزية المطلقة وعدم تمكن الوزير على أرض الواقع من التحكم في كل صغيرة وكبيرة تحدث في كل جزء من إقليم الدولة، لذلك كان من اللازم أن يخول بعض الموظفين سواء في الوزارة نفسها أو داخل الإقليم صلاحية اتخاذ القرار دون حاجة للرجوع للوزير المختص. لذلك فإن هذا الأسلوب من التنظيم الإداري لا يخرج عن كونه تفويض اختصاصات، أي أن الوزير فوض أحد مرؤوسيه في فروع المحافظات بعض الصلاحيات المنوطة به تخفيفا من أعباء السلطة المركزية ومن عن الاختناق العمل الإداري وتراكم هذه الأعمال، وبالتالي بدأ يخفف العمل عن نفسه بتفويض بعض سلطاته لماذا؟ للفروع في الإدارة. ماذا نقصد بالتفويض؟ أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة بعض اختصاصاته إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص خلال مدة محددة أو غير محددة في مسائل معينة، بحيث يكون للمفوض سحب التفويض في أي وقت يشاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. في 3 تشريعات: تفويض سياسي وتفويض تشريعي وتفويض ماذا؟ إداري. مزايا المركزية: للمركزية الإدارية جملة من المزايا يمكن حصرها فيما يلي: 1- توحيد نمط الإدارة والإجراءات في الدولة. 2- تقوية الوحدة السياسية للدولة وتدعيمها خصوصا في بداية نشأتها. 3- تحقيق الموضوعية في تقديم الخدمات دون النظر للاعتبارات المحلية أو الإقليمية، وبالتالي تحقيق للعدالة والمساواة بين كافة الوحدات الفرعية التابعة للمنظمة. 4- تحقيق مرونة أكبر عند تبادل ونقل بعض العناصر الأساسية. 5- إمكانية السيطرة على كافة عناصر العمل بهدف تعبئتها وتوزيعها. هذه مزايا المركزية: لتوحيد نمط الإدارة، تقوية الوحدة السياسية، تحقيق الموضوعية في تقديم الخدمات، تحقيق مرونة أكبر عند التبادل ونقل العناصر الأساسية المادية والبشرية من وحدة إلى أخرى، إمكانية السيطرة على كافة العناصر بهدف العمل على تعبئتها وتوزيعها. بالرغم أنه يوجد مزايا للمركزية، لأنه أيضا يوجد لها عيوب: إهمال العامل المحلي عند تقديم الخدمات، وأيضا كثرة التعقيدات التي يتم أو التي يتعرض لها المتعاملون مع ماذا؟ الإدارة. إذا من صور الإدارة المحلية المركزية ولا، أو من صور التنظيم الإداري المركزية ولا مركزية، من صور التنظيم الإداري المركزية ولا مركزية. المركزية قلنا تركز السلطة في يد سلطة أو هي أو شخص واحد. اللامركزية تعني توزيع السلطة بين جهات متعددة بحيث لا تركز في يد الحكومة المركزية فقط، بل تشاركها هيئات أخرى، أو هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يقوم على أساس توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات سياسية أو إقليمية مرفقية مستقلة عنها قانونيا. صور اللامركزية: ما هي صور اللامركزية؟ اللامركزية السياسية ويسمى نظام الاتحاد الفيدرالي، تقوم على أساس توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة المركزية في العاصمة وحكومة الدويلات الأعضاء، وتفقد الولايات أو المقاطعات أو الدويلات المكونة للدولة الفيدرالية شخصيتها المعنوية في مجال السياسة الخارجية وفي مجال القوات المسلحة وصك العملة، ولكنها تتقاسم مع الحكومة الفيدرالية مظاهر السيادة في المجال الداخلي، ومن أمثالها الولايات المتحدة الأمريكية، تطبق ماذا؟ الفيدرالية. يلائم نظام اللامركزية السياسية الدول ذات الحجم السكاني أو الجغرافي الكبير، وكذلك الدول ذات القوميات والأجناس والديانات ماذا؟ المتعددة.
إذا تعني اللامركزية السياسية أو نظام الاتحاد الفيدرالي توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية أو بين الدويلات الأعضاء وبين الدويلات الأعضاء. صور اللامركزية. الصورة الثانية اللامركزية الإدارية، تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين أجهزة الحكم المحلي وبين الحكومة المركزية، أو توزيع الوظيفة الإدارية بين أجهزة الحكم المركزية وأشخاص معنوية عامة أخرى على أساس موضوعي أو إقليمي. صور اللامركزية الإدارية، عندنا صورتان للمركزية الإدارية. اللامركزية المرفقية، وتعني إعطاء مرفق من المرافق العامة كالنقل والمواصلات الشخصية المعنوية، أي قيام هيئات مستقلة تتحدد اختصاصاتها على أساس موضوعي وتمارس هذه الاختصاصات على مستوى الدولة دون الرجوع إلى الوزارة المختصة، وتسمى المؤسسات والهيئات العامة. الصورة الثانية من صور اللامركزية الإدارية، اللامركزية الإقليمية، وتسمى اللامركزية المحلية والإدارة المحلية، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، والمجالس المحلية لها سلطات البت في كثير من المسائل الإدارية دون الرجوع إلى الحكومة ماذا؟ المركزية. ما هو الفرق بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري؟ طبعا عدم التركيز الإداري يعني تفويض السلطة من الحكومة المركزية إلى ماذا؟ فروعها في الوزارات بدون الاستقلال، لكن الإدارة المحلية تعني أنها يوجد استقلالية تامة عن السلطة المركزية، استقلالية تامة عن ماذا؟ عن السلطة المركزية. اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري، إذن لا تربط بين أجهزة الإدارة المحلية والسلطة المركزية رابطة تبعية أو السلطة الرئاسية مثل ما هو الشأن عند تطبيق نظام عدم التركيز الإداري. عدم التركيز الإداري عبارة عن تفويض السلطة من الوزير المختص إلى فروعه في المحافظات، وبالتالي تبعيته المباشرة تكون لماذا؟ للوزير. لكن السلطة المحلية لا تتبع أو لا تتبع السلطة المركزية. أوجه الاختلاف بين اللامركزية المحلية عن اللامركزية السياسية، يعني بين الإدارة المحلية وماذا؟ نظام الاتحاد الفيدرالي، الإدارة المحلية ونظام الاتحاد الفيدرالي. أوجه المقارنة من حيث الوظيفة، من حيث الرقابة، من حيث السيادة، من حيث وجودها. اللامركزية السياسية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يتعلق بالوظيفة التنفيذية في الدولة. اللامركزية المحلية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يتعلق بالوظيفة التنفيذية في الدولة، يعني أنه يتعلق بالوظيفة الإدارية فقط وتوزيع السلطة مكانيا. اللامركزية السياسية أسلوب من أساليب الحكم يتعلق بالوظيفة الأساسية في الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. الرقابة، تخضع المجالس المحلية لرقابة الحكومة سواء بخصوص الأعمال التي تقوم بها أو الأشخاص المكونين لها، يعني الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال. اللامركزية السياسية تكون الرقابة متبادلة بين كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الدويلات الأعضاء. السيادة، لا تتمتع الإدارة المحلية بأي نصيب من السيادة القانونية، بينما تتمتع الدويلات الأعضاء بجزء من السيادة القانونية الداخلية، ويكون لمجالسها اختصاصات تشريعية، يعني أن للدويلات الأعضاء مجالس تشريعية وحكومات، لكن تسقط سيادتها في الأمور الخارجية وفي الدفاع الخارجي وصك العملة. وجودها، توجد في الدول البسيطة والمركبة اللي هي اللامركزية المحلية، واللامركزية السياسية ماذا؟ لا توجد إلا في الدول الاتحادية أو في الدول ماذا؟ المركبة. هذه أساليب توزيع السلطة على مستوى ماذا؟ الدولة. أساليب توزيع السلطة على مستوى الدولة، المركزية ولا مركزية؟ المركزية مثل ما قلنا توزيع سلطة البت، المركزية قلنا تركز السلطة في يد شخص واحد في الحكومة، في الحكومة في يد شخص واحد أو في يد هيئة محلية في العاصمة.
تنقسم إلى 3 أقسام: المركزية السياسية، المركزية الاقتصادية، والمركزية الإدارية. المركزية الإدارية تنقسم إلى مركزية مطلقة ومركزية وعدم التركيز الإداري. المركزية المطلقة اللي وزارية، اللي هي تركز سلطة البلد في يد الحكومة. عدم التركيز الإداري، تفويض جزء من السلطة إلى ماذا؟ الفروع في المحافظات. اللامركزية تعني توزيع سلطة البت بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة. تنقسم إلى لامركزية سياسية لنظام الاتحاد الفيدرالي، واللامركزية الإدارية للإدارة ماذا؟ المحلية. اللامركزية الإدارية تنقسم إلى قسمين: اللامركزية المرفقية واللامركزية الإقليمية. اللامركزية ماذا؟ الإقليمية. ما هي مزايا اللامركزية الإدارية؟ مزايا اللامركزية الإدارية: 1. تحقيق المشاركة الفعلية بين مختلف الفروع والوحدات، مما يضاعف الإنتاج. يعني أن اللامركزية تمكن المواطن من المشاركة الفعلية، تسهيل الثقة بين كافة الأطراف المركزية والمحلية. عندما يشعر المواطن أنه شارك في إدارة وحدته المحلية، يشعر بالثقة، وبالتالي يشعر بالثقة بالحكومة المركزية. تسهيل عملية اتخاذ القرارات، حتى لا يصعب تنقل الناس إلى الحكومة لاتخاذ أو لإنجاز بعض الأعمال، وبالتالي عملية اتخاذ القرار لا تتركز على مستوى الوحدات الإدارية. تزيد من سرعة الإنجاز، تخفيف العبء عن الحكومة المركزية، تزيد من فرص المبادرة والإبداع عند الإنجاز، رفع الروح المعنوية للعاملين. إذا من مزاياها: تحقيق المشاركة الفعلية، تعزيز الثقة بين كافة الأطراف، تسهيل عملية اتخاذ القرار، تزيد من سرعة الإنجاز للأعمال، تخفيف العبء عن الحكومة المركزية، تزيد من فرص المبادرة والإبداع وماذا؟ والابتكار، رفع الروح المعنوية للعاملين. هو الجد نحو المركزية في الدولة، في الدول النامية. ما هو السبب أن الدول النامية تركز على المركزية؟ السبب الحصول على الاستقلال مبكرا، مزيج من الهيئات والأعراق والثقافات المختلفة. يعني الدول النامية فيها مزيج من الأعراق والثقافات المختلفة، بالتالي قد تحاول بعض هذه الأعراق والثقافات بالاستقلال أو الانفصال. سيطرة الجيش في بعض الدول الجديدة، التنمية الاقتصادية، حصر الإيرادات في يد الحكومة المركزية، الاكتشافات التكنولوجية الحديثة، سهل من اللي هي كوسائل المواصلات وغيرها، سهل من ماذا؟ من قدرة الدولة على إدارة الوحدة أو القبضة المركزية على الدولة. هذه بعض الأسئلة للتقويم. مبررات الأخذ بنظام الإدارة المحلية. العناصر الأساسية لنظام الإدارة المحلية. العناصر الأساسية لنظام الإدارة المحلية ومبررات الأخذ بنظام الإدارة المحلية. هناك عدة مبررات للأخذ بنظام الإدارة المحلية والحكم المحلي. ما هي؟ أولاً، المبررات أو الأسباب السياسية. المبررات أو الأسباب السياسية التي دعت إلى الأخذ بنظام الإدارة المحلية. المبررات أو الأسباب السياسية التي دعت إلى الأخذ بنظام الإدارة المحلية تعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطية. أن الأخذ بنظام الإدارة المحلية تعتبر مظهر من مظاهر ماذا؟ الديمقراطية. أيضا وسيلة لإشراك المواطنين في إدارة مرافقهم المحلية، وبالتالي تعبير عن ذاتيتهم. تعد مدرسة تدريب سياسية لتخريج قيادات محلية. الاعتراف بنوع من اللامركزية الإقليمية للأقليات، مما يحقق لهم نوع من الاستقلال الذاتي. أيضا من المبررات السياسية دفع المواطنون للعمل لصالح وحدتهم المحلية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة المركزية. وتعتبر الوحدة المحلية بمثابة حقل تجارب لمن تستعمله السلطة المركزية لفحص سياسات معينة على مستوى المحلي، لمعرفة الآثار المترتبة على تطبيقها.
أي أن السلطة المحلية السلطة المركزية تعتبر الوحدة المحلية بمثابة حال تجارب، إذا نجح أسلوب إداري في هذه الوحدة ممكن أن تعمم هذه الأساليب إلى وحدات أخرى للاستفادة من ما استفادت منه الوحدات المحلية الأخرى. هذه تسمى المبررات السياسية، أنها تعتبر مظهر من مظاهر ماذا؟ الديمقراطية، أنها وسيلة لإشراف المواطنين في إدارة مرافقهم المحلية. تعد مدرسة تدريب سياسي لتغيير القيادات، فالرجل الذي يترشح للوحدة لإدارة وحدته المحلية ممكن أن يتهيأ لماذا؟ لأن يصبح عضو في المجلس التشريعي. الاعتراف بنوع من اللامركزية الإقليمية للأقليات، ممكن الأقليات الذين يشعرون بأنهم مضطهدون نعطيهم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة، وبالتالي يكون الحكم المحلي تقوية للبناء السياسي للدولة. دفع المواطن للعمل لصالح وحدتهم المحلية وتخفيف الأعباء عن كيان الحكومة المركزية. أيضا تعتبر الوحدة المحلية حقل تجارب، يمكن للحكومة أن تعمم هذه التجارب على الأقاليم الأخرى إذا نجحت في الإقليم المحدد. المبررات الإدارية، في عندي ثلاث عندي مجموعة من المبررات الإدارية أو من الأسباب التي دعت للأخذ بنظام الإدارة المحلية، لسرعة إنجاز الخدمات وتسهيلها، نظرا لقربها من الجمهور فإن ذلك يساعد على سرعة التعرف على المشاكل وسرعة ماذا؟ حلها. مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات، يعني أن أصحاب البلد هم أدرى بظروفهم المحلية وبالتالي تقدم الخدمات بما يتوافق مع ظروف هؤلاء الناس. تعتبر الوحدة المحلية حقل التجارب للتأكد من جدوى تطبيق أساليب إدارية جديدة، مما يجعل الحكومة المركزية تستفيد من هذه التجارب على وحدات إدارية أخرى إذا نجحت أو فشلت، إذا فشلت تتجنبها. ثالثا، المبررات الاجتماعية للأخذ بنظام الإدارة المحلية، هناك عدة مبررات، أهمها حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم. اثنين، تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الاجتماعية بين الأفراد. ثلاثة، تفجير طاقات الإبداع لدى الجماعة المحلية. أربعة، تقوية الروابط الروحية بين الأفراد المحليين عن طريق مشاركتهم في أعباء التنمية والتخطيط والتشريع والتنفيذ لتطوير الوحدة المحلية. هذه المبررات ماذا؟ السياسية، حصول الأفراد على احتياجاتهم وإشباع رغباتهم، تقوية البناء الاجتماعي، تفجير طاقة الأفراد والجماعات أيضا، تقوية الروابط الروحية بين الأفراد المحليين عن طريق مشاركتهم في أعباء التنمية والتخطيط والتشريع والتنفيذ لتطوير الوحدة المحلية. المبررات أو أسباب الاقتصادية التي دعت للأخذ بنظام الإدارة المحلية. ما هي الأسباب الاقتصادية التي دعت للأخذ بنظام الإدارة المحلية؟ أنها البحث عن مصادر جديدة للتمويل، يعني كل إقليم يهتم بأن يبحث له عن مصادر جديدة للتمويل وحتى يطور إقليمه. تحقيق لامركزية التصنيع مما يتيح الفرص للمناطق المحرومة في النهوض صناعيا، يعني توزيع المصانع على الأقاليم بحيث لا تتركز المصانع في إقليم واحد أو في محافظة واحدة، إنما توزع على كافة الأقاليم حتى تعطي فرصة عمل لأبناء هذه الأقاليم. العدالة في توزيع الأعباء الضريبية. العدالة في توزيع الأعباء الضريبية حتى بحيث لا يحمل الإقليم أكثر من طاقته. تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتنافس المجتمعات على أو الأقاليم على ماذا؟ تنمية أقاليمهم أو مقاطعاتهم. تحقيق المشاركة الجماهيرية في تنفيذ برامج التنمية المحلية، سهولة وضع الخطط التنموية. هل سؤال هل مزايا نظام الإدارة المحلية تتفق بطريقة آلية بمجرد التطبيق؟ هل مزايا نظام الإدارة المحلية تتحقق بطريقة آلية بمجرد التطبيق؟ لا، لابد من إعداد الكوادر، ولابد من تنمية الوعي الجماهيري بأهمية الإدارة المحلية، ضرورة مشاركة الجمهور المحلي، فعالية الرقابة المركزية على المجالس المحلية. فعاليات الرقابة المركزية على المجالس المحلية. بالنسبة للعناصر الأساسية لنظام الإدارة المحلية، إذا أخذنا أسباب الأخذ بنظام الإدارة المحلية، والآن العناصر الأساسية لنظام الإدارة المحلية. ينبغي لقيام الإدارة المحلية توفر 4 عناصر، هي وجود مصالح محلية متميزة، الشخصية المعنوية، الاستقلال الإداري، الرقابة من الحكومة ماذا؟ المركزية. الرقابة من الحكومة المركزية.